السلام عليكم، كيف الحال اللعيبة؟ معاكم عبد الكريم. في حلقة اليوم حنتعرف عن مختلف الأوضاع اللي موجودة في فيفا 22، من الكارير مود إلى فيفا أولتيميت تيم. تجيكم فيفا 22 بمختلف الأوضاع، وانت عزيز المشاهد اللي بيقرر اي وضع هو المفضل بالنسبه لك. قبل ما نبدا الحلقه يا جماعه، احب اذكركم بالاشتراك وتفعيل جرس التنبيه ليوصلكم كل جديد من بلاي ستيشن. ننطلق الحين على المود في فيفا 22. وضع المهنه، هنا تقدر تعيش احلامك الكرويه في فيفا 22، تصنع فريق وتطلع من التهديد بالهبوط الى انه يكون من عمالقه الانديه العالميه، وتقدر تجرب مهنة اللاعب اللي تم تطويرها لتعطيك أكثر من طريقة لتحقق أهدافك في رحلة الاحتراف الخاصة فيك. تبدأ باختيار اسم النادي واللقب اللي ينادوك فيه المعلقين. بعدها تيجي مرحلة اختيار الدوري اللي تلعب فيه والفريق اللي بتستبدله. يظل عدد الفرق اللي بتشارك في الدوري ثابت، وينتقل الفريق اللي استبدلته إلى فرق باقي دول العالم. تختار أي دوري في اللعبة، تبني طريقك للقمة من الدوريات السهلة في أي بلد، أو تلعب ضد أكبر الفرق في العالم في بطولات الدوري الكبرى. تختار بعدها النادي اللي ينافسك في الدوري، وأول ما تلعبون مباراة ضد بعض يكون في حدث كبير ويتم تغطيته بأهمية كبيرة في الإعلام الرياضي. يحتاج الفريق الجديد للاعبين كمان، وهذا هو الجزء المفضل بالنسبة لي في Create Your Club. هنا تشكل فريقك الجديد بمجموعة بدائية من اللاعبين، تنشأ اللاعبين الجدد وتستمتع باختيار تصنيف النجوم لفريقك، متوسط عمر اللاعبين وغيره الكثير. قبل ما تلتزم بفريقك الجديد تقدر تجرب أكثر من إعدادات مختلفة إلين ما ترتاح مع الفريق اللي تبدأ مسيرتك فيه. تعتمد جنسية اللاعبين على التركيبة الجنسية للاعبين في الدور اللي تختاره، يعني مثلا قول أنه 7% من اللاعبين الدور الإنجليزي جنسيتهم فرنسية، بمعنى انه كل مره بتسوي تشكيله في الدوري الانجليزي بيكون في احتمال 7% انه يكون في عندك لاعب فرنسي. هذا الشيء يضيف حس واقعي لاي دوري ناوي انك تلعب فيه. من الاضافات الجميله ايضا هي نظام الميزات، بتفتح ميزات كل ما تتقدم في المستوى، وتقدر تجهز 3 ميزات في كل مباراه. توفر لك الميزات تعزيز اضافي للاداء، وتشتغل هذه الميزات تلقائيا لما تحقق شروط معينه. في الكثير من الاضافات الجديده في وضع المهنه، مثل المانجر ريتينج، نظام يقيس ثقة مديرك فيك كعضو في الفريق، أو عندك شجرة المهارات اللي تقدر تفتح منها مهارات جديدة. جرب وضع المهنة ولا تفوتك كل هذه الإضافات الجميلة. الوضع اللي بعده هو فولتا. في فولتا عندك ذوق وأسلوب يكتسح الملعب، طرق جديدة لتعبر فيها عن أسلوبك وفريقك في ملاعب الشوارع حول العالم. في فيفا 22 فولتا تركز على اللعب مع الأصحاب، غيروا طريقة اللعب الأساسية لتكون أكثر متعة لما تلعب بمهارة. أضافوا لك مهارات جديدة ونظام جديد كليا لقياس المهارة، ووفروا لك تنوع ولقطات ممتعة. في كمان ألعاب جديدة مع فولتا أركيد. غير هذا كله، فيفا 22 توفر لك محتوى جديد مع مواسم فولتا. فولتا تلعب بشكل مختلف من أي الأوضاع الأخرى، لازم تكون فنان ومهاري لأنه هذه هي الطريقة الرئيسية للعب في فولتا. عندك نظام سكيل ميتر الجديد، تقيم فيه المهارات مع فريقك عشان ترفع قيمة الأهداف. ينقسم عداد المهارة إلى 3 أقسام، ويأخذ كل قسم 1000 نقطة عشان تملي. لما يمتلي القسم الأول بيكون مضاعف الهدف هو الدبل، وهذا يعني أنه الهدف التالي بينحسب كهدفين بدل من هدف واحد. القسم الثاني هو 3 أضعاف، والقسم الثالث هو 4 أضعاف. مقياس المهارات مو بكل شيء في فولتا، تقدم لك فيفا 22 آلية جديدة، الحركات الخاصة أو السيجنتشر موفز. الأول هو زيادة الإثارة والتوتر في طريقة اللعب، والهدف الثاني أنك تتحكم أكثر في كيفية تأثيرك على اللعبة. الحركات الخاصة هي قدرات جديدة تماما وسهلة الاستخدام وتغير قواعد اللعبة. الباور سترايك، تسديدة صاروخية ترفع نسبة قوة التسديد ب50%، تطير المدافعين وحارس المرمى وأي شيء يوقف في طريقها. مدة هذه القدرة هي 30 ثانية وتقعد 80 ثانية عشان ترجع مرة ثانية. بيور بيس، سرعة خيالية، لما تنشطها تكسب سرعة كبيرة. تستخدم البيور بيس لتتخلص من المدافعين اللي قدامك، أو أنك ترجع بسرعة في الهجمات المرتدة. مدة القدرة 15 ثانية وعندك 70 ثانية عشان ترجع لك مرة ثانية. أجريسيف تاكلز، شغل التكسير والضرب القوي، كتف مشحون يرمي خصومك على الأرض، أو انبراشات قوية تشيل أي أحد في الطريق من غير أي فاول.
تشغلها في الهجوم والدفاع. مدة هذه القدرة 45 ثانية وعندك 90 ثانية عشان تنشحن. لازم تجرب وضع فولتا لتشوف كل هذه الإضافات الممتعة. فيفا Ultimate Team سهلوا لك الوصول لديفيجن رايفلز وأبطال فوت لتختبر لعبك ضد البقية، وفي تخصيص أعمق للنادي في الملعب وخارجه، وبرضه أضافوا أبطال الفوت الأساطير والمميزين. تقدمك في الموسم يعتمد على الهيكل التنافسي في ديفيجن رايفلز، فرصتك في مواجهة مجتمع فوت على الإنترنت، فوز في المباريات لتضمن مكافآت أسبوعية أفضل. يتم إعادة تعيين القسم في نهاية كل موسم في فوت 22 لتحدد المكان اللي تبدأ منه رحلتك التالية في ديفيجن رايفلز. المكافآت الأسبوعية والموسمية، تحصل مكافآت لأدائك في كل أسبوع وموسم في فوت 22. لما تفوز بالمباريات كل أسبوع ترتفع رتبتك في الديفيجن وتجيك مكافآت أسبوعية أفضل. يحسبون لك كل مباراة تلعبها مع مكافآت نهاية الموسم بناء على عدد المباريات اللي تلعبها بغض النظر عن الانتصارات أو الخسائر. بعد الديفيجن 1 في إليت ديفيجن، هنا ما يلعبون إلا النخبة، تواجه لعيبة بمستوى عالي وتحاول تحسن تقييمك في لوحة المتصدرين والمكافآت الموجودة بعد، مع فرصة التأهل إلى سلسلة فيفا العالمية لأفضل اللاعبين في الديفيجن. برو كلوبز مع خيارات التخصيص الجديدة اللي تخلي ناديك مميز في المدرجات وعلى أرض الملعب، ونظام تطور اللاعب الجديد اللي يعطيك التحكم في تطوير اللاعب الخاص فيك، وتسهيل اللعب الجماعي اللي يخليك تلقى لك جيم أسرع من أي وقت مضى. الأندية المحترفة هي الانضباط الأسمى في فيفا، تسوي لاعبك وتختار مركزك وتلعب مع عدد يوصل لعشرة أصحاب أونلاين. دروب إن مع أصحابك، كل لاعب في برو كلوبز يدري أنه صعب مرة تجمع عشرة لاعبين في اللوبي في نفس الوقت، لكن مع دروب إن تقدر تشكل فريق مع عدد يوصل لأربعة أو مع لعيبة جدد في الفريق، والآن تقدر تكسب نقاط XP وإنت تلعب مع أخوياك من غير ما تطلع من فريقك أو تأثر عليه بأي طريقة. تطور اللاعب في الأندية المحترفة، تقدر تلعب وتكسب XP في كل المباريات باستثناء المباريات التدريبية. إذا كنت تلعب مباريات دروب إن أو ليج أو كاب أو مباريات ودية ضد الأندية المنافسة، بتستمر في زيادة مستوى لاعبك إلى 25 كحد أقصى. يتم تقييم لاعبك عن طريق التفاصيل اللي صارت في المباراة من التمريرات والتدخلات والتصديات. ومن الأشياء الجديدة أيضا في فيفا 22 هي النماذج الأصلية والزيادات الكبيرة في السمات اللي تساعدك على إنشاء هوية المحترف الافتراضي الخاص فيك وتخصيصها وتأمينها على أرض الملعب. تحصل النماذج الأصلية من خلال نقاط المهارة المتوفرة في نهاية فرع شجرة المهارات. يمديك كمان تجهز 3 نماذج اعتمادا على الطريقة اللي تقرر فيها تخصيص نقاط المهارة الخاصة فيك. ملعب واحد للجميع، فيفا 22 ضافت لك مزيد من التنوع إلى منشأ المحترف الافتراضي، مما يتيح لك التعبير عن نفسك بشكل أفضل من خلال إنشاء محترف افتراضي ذكر أو أنثى. بغض النظر عن نوع المحترف الافتراضي اللي بتختاره، فالإجراء على أرض الملعب يجمع جميع المحترفين الافتراضيين معا، ما يكون للتخصيص التجميلي لهم أي تأثير إضافي على طريقة اللعب. وعندك وضع الكيك أوف واللعب أونلاين، توفر لك الأوضاع الأخرى البيئة المألوفة. وضع الكيك أوف مثالي لتقضي أمسية ممتعة مع أصحابك، يختار الكل فريق إذا كان فريق أو منتخب أو حتى فريق نسائي ونلعب. وأكيد تقدر تستمتع بأوضاع الأونلاين، هنا تقدر تتنافس مع فرق قياسية من اختيارك ضد لاعبين آخرين في مواسم عبر الإنترنت وتشك طريقك إلى الدرجة الأولى. في الكثير من الأشياء تقدر تكتشفها وتستمتع فيها في فيفا 22. وبكذا نكون أخذنا نظرة عامة عن مختلف الأوضاع اللي موجودة في فيفا 22. أتمنى تكون استفدت عزيزي المشاهد وتعلمت على الأشياء الجديدة اللي موجودة والميزات كمان في فيفا 22. إذا استمتعتوا في حلقة اليوم أعطونا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيه ليوصلكم كل جديد من بلاي ستيشن. قبل ما ننهي الحلقة أعزائي المتابعين اكتبوا لي تحت في التعليقات إيش هو الوضع المفضل لكم في فيفا 22. يعطيكم العافية على المتابعة، سلام.